ايه احلى حاجه ان انا اسلق الفرخه واخليها كده ريحتها حلوه، طعمها حلو، طعم الشوربه حلو. بسيطه جدا، انا عندي هنا فرخه سليمه دي عشان استلق ماشي، وهخليها بقيمتها كده. دي هعمل لها ايه عشان نسلقها؟ طبعا هتجيبيها تغسليها كويس جدا بشويه ملح وشويه دقيق، بتبقى بتلمع شويه دقيق كده صغيرين، ودعكيهم بيها، حطي حتى الملح على الدقيق، واشطفيها في الحنفيه حلو قوي، خلي الدقيق ده بياخد كل حاجه زفاره فيها، كل يعني كبش الدقيق بس كده كده بره وجوه وتحت الحنفيه تمام. وبعدين شطفناها وحطيناها في مصفى. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب ليمونه، يبقى لسه ايه دي اللي ما عملتهاش في البتاع ده اهو فيها، واروح ايه حاطه عليها ليمونه اهي، نص ليمونه كده لكل فرخايه، هي بتاخد حبه ليمون لو انا هعمل كذا فرخه، ومن جوه نفس الحكايه كله كده تمام، كله كده خدت ليمون، مش هشطف تاني، انا مش هشطف تاني. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هاخد بقى ايه شويه بصل مبشورين كده، يعني الفرخه ما بتاخدش كتير خالص، يعني لو انا هعمل مثلا ثلاث فرخات هروح عامله بصلايه حلوه، يعني اكبر من كده شويه، بصلايه كده كده بس مش كتير ابدا، وشويه فلفل اسود وشويه الملح ماشي. طبعا انا بعمل لك فرخه واحده وانت اعملي اللي انت عايزاه. وبعدين اهو ندعك البصلايه بالملح والفلفل، ده للسلق، انا بتكلم دلوقتي على السلق. وهنجيب الفرخه وندعك فيها كده، ايه ده هنتبلها للسلق، بتبقى خطيره يا جماعه، وبتخلي الشوربه حلوه حلاوه. وبعدين بين اللحم وبين الجلد كده حطي فيها البصل ده ماشي، واسيبها كده شويه، يعني حتى قبل ما اتلجها هسيبها شويه، او قبل ما اسلقها هسيبها شويه. الطريقه دي بتضيع اي زفاره في الفرخه، بتخلي ريحه الشوربه بتاعه الفرخه رهيبه رهيبه، فجربيها ان شاء الله هتعجبك جدا، وريحتها حلوه قوي ومفيش زفاره وطعمها كمان تحفه. خلاص فدي كده للسلق اهي. عايزه اشوي بقى، عايزه فرخه للشوي، اعمل ايه؟ اسلم طريقه طبعا نفس الغسيل، هو هو بشويه دقيق وشويه ملح، شويه دقيق وشويه ملح، وندعك بيهم الفرخه ونشطفها، نفتحها فراشه بالشكل ده، حتى لو الراجل هيفتحها لك او انت تفتحيها من سلسله ضرب السكينه كده مريها، هتلاقيها ايه مفتوحه ماشي اهي، سلسله الظهر كده خلاص. نفس الليمونه، هي الليمونه بتبقى حلوه جدا معاها. اول حاجه تلامس الفرخه بعد ما غسلناها بالدقيق والملح، نص الليمونه، بسم الله بسم الله، خلصناها كده كلها اهو، بسم الله ماشي. ادي الفرخه، طيب ندبلها بايه بقى؟ عشان احنا هندبلها على الجهه دي، هندبلها على كل جهه، بس لما تيجي تشيليها التتبيله بتتبل بالمنظر ده، بظهرها مش بوشها تمام، يعني كده اهو كل حاجه هيتحط لها كل ده، ولكن هنتبلها بايه؟ بظهرها. طب ايه بقى التتبيله؟ بصلايه مبشوره برضو ماشي، شويه زبادي، يعني الفرخه بتاخد لها معلقتين زبادي ماشي، يبقى هنا بصله وزبادي وملح، الفرخه بتاخد معلقه ملح ونص فلفل وكمون ونص كمون ايوه الكمون والليمون تمام. ادي الزبادي اهو حطيناها كده، دي خلطه الايه الفراخ. وبرده نفس الحكايه قبل ما نتلج اهو، بس كده ناخدها من هنا وناخدها من هنا، بسيبها شويه في التتبيله اهو، واسيبها كده. لو انا هعمل كذا واحده هتروحي عاملاهم بالطريقه دي وحطاهم فوق بعض ومغطياهم ومدخلاهم التلاجه، قولي مثلا ممكن لبكره، ممكن لغايه بكره مثلا، تعالي بقى بكره وكيسيهم كل واحده في كيس ودخلي الفريزر بس. حلو الكلام؟
سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. دي كده خلاص، دي بتاعت الشوي. يبقى احنا كده عملنا، جهزنا للسلق وجهزنا للشوي، وقلنا لازم نعمل الحركه دي علشان احنا نعمل ايه، يبقى نسيبها تتبل عشان الطعم يخش جوه، لان ممكن لو الفريزر قوي مش هتلحق تشرب التتبيله، هتلاقي اجزاء من الفرخه تلجت قبل ما توصلها تتبيله. انما انا كده لا، انا الاول بسيبها وهي سايحه كده اتبل، واسيبها شويه قد زي ما تك ساعتين او لتاني يوم، احلى كمان لو احط اطباق اطباق في التلاجة وتاني يوم اكيسهم. كده خلاص بقى بتبقى الفرخة كل جزء منها شرب من التتبيلة دي وبقت ممتازة، هطلعها على طول هتبقى ايه متظبطة. تمام كده. طب انا الحاجات دي بقى لما اطلعها استخدمها متلجة، عشان لسه جالي اسئلة امبارح بهذا الموضوع، استخدمها متلجة ولا سيحها؟ لازم تسيح، لازم يعني هطلعها من التلاجة من الفريزر واسيبها تسيح خالص وبعدين استعملها. ابدا 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 لا تسلقي متلج ولا تشوي متلج ابدا. ليه بقى؟ اللي هيحصل هتلاقي الاجزاء اللي بره استوت وجوه ني، وبدات اللي بره يتحرق وجوه ني. فلازم سواء فراخ مسلوقه او مشويه اطلعها من الفريزر وتفضل تسيح تماما وبعدين اسويها. حلو كده؟ حلو كده. عايز اعمل بقى، انا كده عملت مسلوق وكده عملت المشوي، عايز اعمل حاجه بقى كده صينيه، اعمل صينيه الحاجه او احمر حاجه، الاثنين ينفعوا. يعني مثلا جايبه دبابيس، عندي دبابيس، جبت كده دبابيس، قالوا بيحبوا الدبابيس، ممكن اعمل منها صينيه بطاطس وممكن اقليها. طبعا يعني انا هعمل واحده تتبيله واحده تنفع للاثنين، تتبيله واحده تنفع للاثنين. ينفع ان انا اطلعها من الفريزر واقليها، بس طبعا بتسيح طبعا، وينفع ان انا اعملها في صينيه بطاطس. ايه التتبيله دي بقى اللي ممكن تنفع ده وده؟ ولا حاجه، بصل وصلصه وملح وفلفل وعصير ليمون. عايزه ازودها سنه زبادي قليل جدا، قليل جدا. يعني ايه؟ يعني هوريكي دلوقتي، هوريكي دلوقتي. انا دلوقتي عندي مثلا كيلو دبابيس، هاخد له الكيلو ده معلقه واحده زبادي، اديها بس طراوه، ونفس الليمونه هنعصرها، اديها بس ايه طراوه. حاضر. فهناخد هنا بصلايه اهو برضو صغيره، ما تكتريش بصل خالص في التتبيلات على فكره، ومعلقه صلصه مش كبيره برضو، هي نص معلقه كبيره كده، وملح وفلفل ماشي، وهنعصر برضو نفس ذات الليمونه على دي برضو، بحب ألمسها جدا للفراخ دي الأول كده ماشي. هنعمل دي كده أهو ماشي، وهننزل فيها إيه؟ دبابيس الفراخ بعد ما قلبتها في الليمون. حلو. دي بقى هتنفعني لو أنا، بس بصي بقى، لو جيت تحمريها لازم تفتحيها، لازم نفتح بالسكينة. إنما أنا عايزاها مثلا لصينية بطاطس، لا خلاص سيبها كده زي ما هي. دي عندك حالتين، دي الحاجتين، يا اما صينيه يا اما تحمير، بس التحمير لازم نفتح من هنا كده بالسكينه، نفتحها بالسكينه. لا صينيه لا سيبها زي ما هي خلاص، معلقه صلصه صغيره كده وخلاص. دي طعم تاني خالص، ويجوز فيها الشوي، يعني يجوز ان انا اخد الدبابيس دي اشويها عادي جدا، بس برضو هروح سايبها كده قد برضو لتاني يوم احطها في الكيس بس كده.